هدية خاصة جدا لقيصر الخارجية الروسية سيرجي لافروف اللي طار للسعودية لحضور اجتماع وزاري مع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي. وحضر الاجتماع بدعوة خاصة وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، الراجل الكريم اللي رفض يحضر الاجتماع بإيد فاضية، عشان كده جاب هدية للافروف. تفتكروا وزير برازيلي من بلد أو من بلاد منتخب سيليساو والسامبا ممكن يجيب إيه للافروف؟ الهدية كانت قميص منتخب السيليساو الخاص بنجمه الأول حالياً فيني جونيور. وهنا بدأت تعليقات عشاق فينيسيوس جونيور على الفيديو اللي كانت خاصة جداً زي هدية وزير خارجية البرازيل. خلينا نشوف أول التعليقات، كانت من حساب باسم سام، كتب وقال: يا خوفي لو تم إنهاء عقد اللاعب مع ريال مدريد. كمان حسن كان كتب على تعليقه: يعني هاللاعب ده شايل مدريد وساتر عليهم، لو لاعب عادي ما عملتوش، ما سويتوا الامور هذه او ما عملتوش الامر ده. كمان كان عبد الله كتب رايه وقال: طفل يحمل رقم 7 وليس لاعبا كبيرا. طبعا هو بيقصد فيني.